معي من هناك عبر الهاتف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني. أرحب بك دكتور أحمد في هذه الحلقة، ونحن نسأل هذا السؤال المتداول خلال اليومين الماضيين في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، علامة استفهام على ما يحدث في هذه الأمة. ما لهذه الأمة تعتقل يعني علماءها خاصة المشهورين بالوسطية والاعتدال، وتشوه سمعة بعضهم، تعتقل بعضهم وربما قد تقتل البعض الآخر. ما هو التعليق الأولي على الخبر على الأقل الذي وصلنا من السعودية، اعتقال هذه المجموعة وعلى رأسها سلمان العودة؟ نعم طبعا هذه الأخبار تتوالى ضمن سلسلة من الكوارث، ولا سيما الكوارث التي أصبحت تأتينا هذه الأسابيع الأخيرة من بلاد الحرمين، فمن الحصار الجنوني العبثي ضد قطر إلى إخراج قائمة بمنظمات وصفت إرهابية وشخصيات أيضا من العلماء والدعاة من الكويت ومن قطر وصفت بالإرهابية، وعلى رأسها إمام العصر الإمام الشيخ يوسف القرضاوي. إلى الآن هذا الاعتقال المغل في الغرابة والاستهجان، يعني اعتقال الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة وعوض القرني وعلي بن حمزة العمري. الحقيقة أن سلمان بصفة خاصة تستطيع أن تقول عنه إنه غاندي الجزيرة العربية وغاندي العرب وغاندي الدعاة في هذا العصر لشدة سلميته وشدة رفقه، ليس فقط في الموقف السياسي بل رفقه في الفكر وفي العلاقات، هو أحد دعاة المحبة والصفاء والتسامح والأخوة، سامح جلاديه وسامح مخالفيه ويسامح مكفريه. الآن يتم اعتقاله دون سبب، دون إعلان أي موضوع أو تهمة. لكن تم تسريب دكتور، تم تسريب أسباب التهمة، أنه تقاعس عن مناصرة ولي الأمر يعني في أزمة، هكذا قالوا يعني. لا، أولا هذا تسريب. الآن هذه دولة يجب أن تعتقل الشخص، إذا اعتقلت شخصا أن توجه له التهمة مباشرة وأن تعلن أين هو وماذا تفعل به وما هو القاضي الذي ينظر في القضية. الآن هذه دولة كلها تسرب أخبارا سرية للصحفيين أو صحفيون يختلقونها دفاعا عنها. لا نريد شيئا رسميا، رسميا لا توجد أي تهمة للشيخ سلمان وللدكتور عوض القرني وللدكتور علي بن حمزة العمري ولعشرات اعتقلوا مؤخرا ولمئات معتقلون منذ سنوات من الدعاة والعلماء. أما المعتقلون من شباب وعامة الناس هؤلاء حدث ولا حرج، لا توجد تهمة رسمية لأحد من هؤلاء، لا يوجد فعل، لا يوجد جرم ينسب إليهم. اعتقال عبثي فرعوني طغياني عدواني بدون سبب، وكأن الذين يعتقلون لسان حالهم يقول لا نسأل عما نفعل وأنا ربكم الأعلى. هذا هو منطقهم، يعتقلون العلماء الكبار ويتهمون أئمة العصر دون أن يكلفوا أنفسهم أن يقول هذا فعل كذا وفعل كذا وارتكب كذا وارتكب كذا. لكن هذا يحدث أمام أيضا مرأة ومسمع من علماء آخرين كبار أيضا، وقد قرأت تعليقات لبعضهم هم يباركون هذه التهم للقرضاوي لأنه ساند الإخوان وساند الإرهاب، ويباركون هذا الاعتقال للقرني والعوضي والعمري لأنهم تقاعسوا ويعني تكاسلوا عن مناصرة وتأييد ولي الأمر. وهؤلاء أيضا من الأسماء يعني الكبيرة، يعني لو أخذت شيخ الأزهر أو بعض الشيوخ في السعودية، يعني هناك ملايين من الشباب يتبعونهم ويتبعون دروسهم. هل نحن في 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 فتنة؟ ما هو التعريف لهذا الحال؟ لا،
أولا العلماء الآخرين الذين تشير إليهم، نحن نعرف أنه أن سيرتهم كلها أنهم جزء من السلطة وأداة من أدوات السلطة، فهناك مئات العلماء معتقلون وهناك مئات العلماء مطرودون من بلدانهم سواء من مصر أو من هناك الدكتور صفوت حجازي معتقل، هناك الدكتور عصام سلطان، صلاح سلطان معتقل، وهؤلاء من العلماء، فالعلماء الذين يقولون كلمة الحق معتقلون أو مشردون أو قتلوا أو مهمشون لا يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم، وهناك علماء موظفون مع السلطة. لو أن هؤلاء قالوا في حياتهم كلها 60 سنة من أعمارهم و70 سنة من أعمارهم قالوا مرة واحدة هذا خطأ وانتقدوا شيئا واحدا لقلنا هؤلاء تارة يؤيدون وتارة يعارضون، هؤلاء موظفون، هؤلاء مرتزقة تابعون، فلا لا لا يستغرب. أنا أستطيع أن أقول لك ماذا سيقولون غدا وبعد غد وفي القضية الفلانية وإلى آخره، أنبئك بمواقفهم من الآن لسنين قادمة، لأن معروف أن كل ما دار السلطان داروا وراءه ولهثوا وراءه، فهؤلاء لم يعد. نعم ربما في وقت من الأوقات كان الشباب يستمع دروسهم، الآن الشباب يلعنهم، الشباب يتبرأ منهم، الشباب يكفر بعلمهم وبمواقفهم، هذا هو الواقع الذي يجب أن نعيه. نعم. أريد أن أسألك دكتور حول طرف آخر يستهدف هؤلاء العلماء أيضا ويكفرهم ويشويهم ويطعن في عقيدتهم، وهم جماعات متطرفة بين قوسين تدعى بأنها جماعات إرهابية، لكن خليني أحتفظ بأنها جماعات متطرفة، وهي قد تتفق مع هذا الحاكم الظالم في استهداف هؤلاء العلماء. ما يعني ما قولك في هذه الجدلية؟ دائما هذه محنة الاعتدال والمعتدلين والمنصفين، يرفضهم المتطرفون من جميع الجهات، فالمتطرفون في الاستبداد والمتطرفون في احتقار الشعوب والمتطرفون في الظلم والتسلط من جهة، وهؤلاء المتطرفون الآخرون سواء كانوا إرهابيين أو متطرفين في فكرهم أيضا، دائما المتطرفون يرفضون ويكرهون المعتدلين، لأن المعتدل لا يرضي أحدا من المتطرفين، المعتدل يرضي ربه والمنصف يرضي ضميره ويتبع دليله، شيء طبيعي أن المتطرفين من جميع الأنواع يحاربون هذا الصنف من الناس. والحقيقة لو كان أنظمتنا أيضا غير متطرفة، لو كان حكامنا لهم شيء من التعقل لأدركوا بسبب هذا التكفير من التكفيريين للعلماء المعتدلين، لأدركوا أن هؤلاء المعتدلون عليهم يعول ويجب الاستمساك بهم ويجب تمكينهم ويجب الاستماع إليهم، لكن التطرف يبقى تطرفا سواء ذهب ذات اليمين أو ذات الشمال. سؤال الأخير دكتور أحمد، أو ربما طلب أخير في هذه الحلقة، كلمة لهؤلاء الشباب، يعني ملايين من الشباب من المغرب إلى اليمن، هم في حيرة. يعني تابعت كثير من التعليقات وفعلا في حيرة، يعني عندما يستمعون لبعض العلماء في السعودية، في البحرين، في الكويت، كما قلت يعني كانوا يهتدون بهديهم، يعني يطعنون في يوسف القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي، أو يطعنون في العواضي، أو يطعنون في العودة، ربما هم في حيرة، وربما فتنة لهؤلاء الشباب أكثر منها فتنة لمن هم يعني أكثر منهم علما ومعرفة فيستطيعون الصمود. ما الذي تقوله لهؤلاء الشباب؟ أقول لأبنائي وإخواني اتبعوا الدليل حيث كان، ودوروا مع القرآن حيث دار، فمن يدور مع القرآن دوروا معه وتمسكوا به، من يقف مع الدليل فكونوا معه، ومن يستقل برأيه وبموقفه وبشخصيته فكونوا معه، لأنه مع الله، لأنه مع الدين، لأنه مع الدليل. وأما مرتزقة السلطة ومرتزقة وزارات الأوقاف
فهؤلاء يتبعون الدرهم والدينار ويخضعون للعصا ويخضعون للسلطان. فإذا من أراد أن يكون معهم هذا شأنه، لكن من أراد دينه وأراد أمته فليبحث عن العلماء المستقلين وعلماء النزاهة، وليقرأ كتبهم وليتثبت من مواقفهم. فإذا نحن مسؤولون أمام الله تعالى أن نتحرى. والعلماء قديما قالوا إن العامي المسلم العامي العادي لا يجب عليه أن يجتهد إلا في حالة واحدة، وهي أن يختار العالم الذي يقلده، وأن يختار أعلم أهل زمانه وأتقى أهل زمانه، أي العالم الموثوق في دينه وخلقه. فإذا وجدتم عالما موثوقا في دينه وخلقه فهذا الذي يجب أن تلزموه، وإذا وجدتم من يدور مع السلطان حيث دار ومع العصا حيث دارت فهذا لا قيمة له، وهذا إنما يريد قومه المهالك.